في الفيديو السابق بينا بأنه إذا كان لديك سرعة إقلاع بمقدار 280 كيلومتر لكل ساعة ولدينا قيم موجبة لأي متجه من المتجهات، ولنفرض أن الحركة باتجاه مدرج المطار بأخذ سرعة الإقلاع وتسارع ثابت الذي قيمته 1 متر لكل ثانية أو 1 متر لكل ثانية تربيع. لقد بينا أن إيربوس A38 ستستغرق 78 ثانية حتى تقوم بالإقلاع، والذي سأقوم بحسابه في هذا الفيديو باستخدام الأرقام والقيم المعطى. كم المدة الزمنية التي تستغرق للإقلاع من المدرج؟ والذي هو سؤال مهم جدا. إذا قمت ببناء مدرج للطائرات يسمح بإقلاع إيربوس A38، فإنك من المحتمل تود أن يكون أطول بقليلا من المتوقع حتى تقوم بالإقلاع، ولكن ما أقصر طول للمدرج يعطى في هذه الأرقام. وبالتالي عليك أن تحسب الإزاحة أيضا، أو ما مدى مسيرة الطائرة إنها تتسارع بواحد متر لكل ثانية تربيع. إلى 280 كيلومتر لكل ساعة أو إلى 78 متر لكل ثانية، أقوم بتحويلها في اليمين هنا. كما أنها تتسارع بمقدار 78 متر لكل ثانية. كم هي المساحة المعطاة في هذه الحالة؟ لذلك يمكننا القول فلنسميها الإزاحة، إنها تساوي، إن الإزاحة تساوي، تستطيع كتابتها السرعة مضروبة بالزمن، لكن السرعة هنا متغيرة. إذا كان لدي سرعة ثابتة خلال تلك الفترة، لذلك يمكنك الضرب بالزمن الفترة الزمنية للسفر وتستطيع إعطاء الإزاحة، لكن هنا السرعة متغيرة. لكننا محظوظون، تعلمنا، أدعوك لمشاهدة الفيديو المتعلق بمعدل السرعة والتسارع الثابت. لكن إذا كان لديك تسارع ثابت، وهذا الذي فرضناه في هذا المثال، إذا كان لديك تسارع ثابت، إذا فرضنا بأن التسارع ثابت، بالتالي فإنك ستتعامل فيما يسمى معدل السرعة. ومعدل السرعة إذا كان التسارع ثابتاً، إذا كان التسارع ثابتا، فإن معدل السرعة سوف يكون معدل السرعة النهائي زائد سرعتك الابتدائية، أي V final زائد V initial على 2. وفي هذا الوضع ما هو معدل السرعة؟ جيد، معدل السرعة دعونا نفعلها بمتر لكل ثانية، ولنذهب إلى سرعتنا الابتدائية فلنحسبها هناك بالأسفل. وبالتالي معدل السرعة في هذا المثال، لنذهب لمثالنا الأخير وهو 78 متر لكل ثانية زائد السرعة الابتدائية. ولكن ما هي السرعة الابتدائية؟ لنفرض أننا ابتدأنا من حالة السكون التام، أي زائد صفر، جميع القيم مقسومة على 2، لذلك معدل السرعة في هذا الوضع 78 مقسوم على 2 ويساوي 39 متر لكل ثانية. وقيمة معدل السرعة في هذا الوضع، في أي وضع، هو قيمة معدل السرعة. ولنقوم بحساب مقدار الإزاحة بضرب معدل السرعة في الزمن، وهذا يساوي معدل السرعة ضرب
الزمن أي ضرب متغير الزمن دلتا تي، ونحن نعلم أن التغير في الزمن هو 78 ثانية، ومعدل السرعة هنا تساوي 39 متر لكل ثانية. إذن بالضبط هذا هو معدل المعدل، أي 39 متر لكل ثانية. طريقة أخرى للتفكير، إذا أردت تفكير بالمسافة المقطوعة، الطائرة سوف تتحرك بتسارع ثابت. سوف أرسم منحنى توضيحي صغير هنا، منحنى سرعة الطائرة، منحنى سرعة الطائرة. الزمن سيبدو مثل هذا، حيث هذا هو الزمن وهذه السرعة باتجاه اليمين. هذه الطائرة لديها تسارع ثابت يبدأ من سرعة مقدارها الصفر. إنها لديها تسارع ثابت، إن الميل هنا يمثل التسارع، بالواقع قيمته هنا تساوي 1 من خلال الأرقام المعطاة في الأسفل. والمسافة المقطوعة هي المساحة تحت المنحنى حتى 78 ثانية بسبب الزمن المستغرق لعملية الإقلاع. إذن المسافة المقطوعة تمثل المساحة هذه المظللة هنا، والتي ستغطى بفيديوهات أخرى. اسمحوا لي أن أشرح لكم بديهية هذا الأمر. لماذا المسافة هي المساحة تحت منحنى السرعة والزمن؟ ما هو معدل السرعة؟ في هذا الوضع بالضبط إنها تقع بين اثنتين، السرعة النهائية والسرعة الابتدائية. لكن إذا أخذت معدل السرعة لنفس الفترة الزمنية سوف تحصل على نفس المساحة تحت المنحنى، أو أنك ستحصل على نفس المسافة، وبالتالي معدل السرعة هنا هو 39 متر لكل ثانية مضروب ب 78 ثانية. ولنقوم بعمل حساباتنا لذلك، لدينا 39 ضرب 78، هذا يعطي 3042. إذن هذا يعطينا 3042، وبالتالي متر لكل ثانية مضروب بثانية يعطينا المتر، وبالتالي إنك تحتاج مدرج أطول من 3000 متر، ولذلك يصرون على الإقلاع على مسافة أطول من 30 كيلومتر، والتي تساوي حوالي 1.8 أو 1.9 ميل بالضبط لتقلع هذه الطائرة، والذي أعتقد بأنه أمر رائع جداً.